حلقتنا النهارده باول اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه ازيك استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك جدا اني بكلم حضرتك. ربنا يخليكي، انا سعيد انك معايا على الهوا. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك نصحتني لما كان عندي تجربتين اسوأ من بعض، والتانيه واحده اكثر يمين والتانيه اكثر شمال، وقلت لي انت يعني فكري ان لما ترتبطي تاني بانسان عاقل وراسي. الحقيقة ان انا دلوقتي في موقف اصعب من قبل كده. انا دلوقتي كان في انسان من سنتين ونص كنت اعرفه، بس ما كانتش العلاقة قوية، ما كناش بنشوف بعض، ما كناش بنتكلم. هو كان مرتبط وانا بعدها اتجوزت واتطلقت، وهو دلوقتي فجأة ظهر بعد ما ساب البنت اللي كان مرتبط بيها. كان هو مرتبط جواز برضو ولا كان مرتبط ازاي؟ لا هو كان مرتبط كده، يعني ارتباط عاطفي كده. ارتباط عاطفي. وهي البنت دي اصغر منه ب15 سنة وانا اصغر منه ب6 سنين، ومن كلامه قال الجملة بتاعت السنة دي كذا مرة، وواضح ان هي دي اللي بيخليها تلعب بيه، يعني ان هي بيروح وبيوافق وبيستحمل تصرفاتها علشان موضوع السن. تقريبا هو عنده 50 وان هي عندها 35، ف عاجبه ان هي سنها صغير ولعب عليه في الحته دي. المهم ان هي ضايقته جامد واختفى، وفجاه ظهر قدامي وانا كنت قافله الباب كومبليتلي. لو تفتكر من اخر مكالمه ان انا مش عايزه ارتبط تاني. انا يعني كنت بتمناه، هو انسان كويس قوي وانسان رائع جميل، بس ممكن يكون لسه مشاعره عند الست دي. هي ده الحقيقه اللي حصل، ان احنا كنا يعني ابتدينا نقرب من بعض، وفجاه هي رجعت له تاني لما لقى تصرف مني كان هو، يعني انا ترجمته كده ان هو كان يتمناها هي اللي تعمله. لما كلبته ماتت كانت نادله وسابته، فانا كنت واقفه معاه وكده، فبعت لها مسج وانس انه بعت لها مسج، فده حسسها ان هو تعالي، اللي هو يعني فظهرت في الحياه تاني. فظهرت تاني وحطني فريند زون، وانا بتألم من الموضوع ده، وانا قررت ان انا ابقى موف اون وانساه، وانا بكلمه ان هو زي اخويا، يعني خلاص انت حطيه في دماغك زي اخوك، بس انا بتالم وبتجيلي افكار شيطانيه. طب لا، ما تحاولي تعملي زي الستات الشريره وتشيليها من تفكيره ويحبك انت، بس انا مش عايزه ابقى كده لان دي مش انا. طيب تعالي نقول اول حاجه، احنا مش اشرار، ماشي؟ بحبه او عاجبني جدا او بتمناه من سنين، فاهم قصدي؟ ايوه بتحبيه وبتتمنيه من سنين ودخلتي في تجربتين وبعد كده ظهر قدامك تاني، بس ظهر جايلك مجروح، مش كده؟ حقيقي ده جايلي يعني عيان وهي سايباه حلو قوي. هذا المجروح اول ما ظهرت وشاورت له من بعيد، عملت له يعني زي القطط كده بس بس بس، قام جاي جري، صح؟ فعلا دي حقيقة. حلو قوي. حطني فريند زون. واول طبعا ما هو خلاص انت حطك في فريند زون. انت النهارده واحده عارفه قصته ومركونه على جنب، وخلاص هي الصدر الحنين اللي بيعيط عليه وخلاص، وانما الحب والقلب والمشاعر في حته تانية. منتظره ايه؟ مش منتظره حاجه، بس انا مش عارفه، ما اسمعش صوته او ما كلموش، لان يعني اولا يعني هل ينفع ان انا ابقى موف اون وانا بكلمه؟ لا، لازم ابعد عنه. بصي يا بنت الناس، بس انا اتمنيت سنين، يعني مش سنين يعني، او شهور كتير، ان احنا نبقى مع بعض اصحاب، يوم نبقى اصحاب ابعد انا. ساعات بتبعدي انت اكرم لك، وحفاظا على مشاعرك وحفاظا على قلبك وحفاظا على احاسيسك وحفاظا على مستقبلك. ليه بقى؟ لان اعتقد، اعتقادي انا الشخصي، ان اي علاقة الصداقة ممكن في يوم من الايام تتحول لحب، وشفنا حتى ده في افلام سينما كتير، صح؟ صح. انما علاقة الحب لا يجوز انها ترجع بظهرها وتبقى صداقة. بس احنا ما كناش علاقة حب، عمرنا ما حد فينا صرح للتاني وبيحب التاني. بس احنا انتي بتحبي اول يوم صحاب. طول ما انتي صديقة ومشاعرك تجاهه مشاعر حب، هتبقي متعاطفه معاه جدا. لما تحصل له مشكله هتجري وتقفي معاه، وهتفضلي عايشه على امل انه ممكن يقول لك خلاص انا هسيب دول كلهم
وهرتبط بيك انت عشان انت اللي طلعتي وهتفضلي عايشه على الامل ده. انت النهارده اصغر منه بست سنين، عندك 43 سنه 44 سنه مش كده؟ اه طيب. 43 وهو عنده 49. حلو قوي. 43 سنه دي مفيش امل انك في يوم من الايام ممكن تقابلي انسان كويس جدا جدا لطيف في لذيذ؟ في ناس كتير حواليا، انا قفل الباب اصلا معقد من ساعه الجوازه الثانيه. طيب ليه بقى نبقى متعقدين؟ ليه؟ عشان الناس مش كويسه. طيب ما الاولانيه كانت كويسه؟ لا 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 لا، انا واحد اقصى اليمين والتاني اقصى الشمال. اولاني مين اللي اختار الاثنين؟ الثاني صايع ومخدرات وستات يعني. حلو قوي. مين بقى اللي اختار الاثنين؟ هما الاثنين اللي اختاروني. لا انا اخترت ده ولا اخترت ده. انا شخصيه ببقى مسالمه جدا لحد ما اللي قدامي هو اللي بيبقى بيقدم. لو عجبني اوكي بوافق. خلاص بما انه عجبك انت وافقتي، انت اللي وافقتي، محدش غصبك. آه. مش كده؟ صح. خلاص يبقى احنا نصلح اختياراتنا ونعيد تفكيرنا في الناس، ان انا التجربة دي كانت يمين قوي والتجربة دي كانت شمال قوي، والتجربة اللي جاية لازم تبقى تجربة وسطية. وسطية يعني ايه؟ يعني انسان طبيعي جدا، قد يكون لي اخطائه زي اي انسان ما لي اخطائه، ولكن وسطي، وسطي في تشدده، وسطي في مصايبه، وسطي في كل شيء. تشوفي انسان يقرب منك قلبك ومشاعرك تتحرك تجاهه، وإنسان يقدر يكمل معاك حياته، تكملوها مع بعض بقى، فرح هزار ضحك خروج سفر، بس يكمل معاك، تعجزوا سوا بمعنى أصح. انت فاهماني؟ على فكرة شيء جميل جدا ان يبقى عندك حد وتعجزوا سوا. طبعا. ليه؟ لان زي ما بيقولوا كده فرق السرعات، مفيش فرق سرعات، انتوا الاتنين تقريبا قريبين من بعض في السن وبتكبروا سوا، بتعيوا سوري يعني، انا اسف ان انا اقول كده بعد الشر عليكي، انما بنعيا سوا، بنفكر بعض بادويتنا، بنتسند على بعض، نروح للدكتور مع بعض، بنفرح مع بعض، لما بنطلع نتفسح او ناخد اجازة مشيتنا بتبقى قد بعض، محدش بيجري والتاني بيلهس وراه مش لاحق يجري. المهم انك هو كريم ده يعني اعجبني في ان هو نفس السن ونفس التفكير وبيقرا وبريزنتبل، نفس دماغي ونفس شكلي. طيب خليني اسالك سؤال، انا بس ان انا مش عارف اعمل موف اون وانا معاه. ما اتجوزهاش ليه؟ عشان هي ما اتجوزتش قبل كده، وهو مطلق وعنده اولاد، هو ظروفه زي كل حاجه. ايوه مطلق وعنده اولاد وهم اهلها مش راضيين، وانا مطلقه وعندي اولاد، فهو هو مش عايز يخلف، وهي عايزه تعمل فرح وتخلف وتتجوز صغيره عندها 5 سنين. وايه اللي مخليه متمسك بيها؟ اللي ما شفته من كلامه معناه كل كلامه عن السن، ما اتكلمش عن حاجه تانية غير السن. يعني هو متمسك بيها عشان صغيره؟ تقريبا. انا يعني بفهم بين السطور، لان طيب بتكلم عن من قله كتير. البنات الصغيره اللي مش لاقيه تتجوز وامراته ممكن يكونوا احلى منها 100 مره؟ هي مش حلوه خالص على فكره. طيب انا اتفاجئت بيها. يبقى هو متمسك بيها عشان يعني بيحبها. انا كشكل وجمال يعني مش قصدي حاجه، انا يعني انا اتصدمت، بس فاكراها حلوه يعني، انا يعني احلى منها بكتير. طيب. مش بشهادته هو، او مش بشهادته، بشهاده الناس الثانيه. مش بالحلاوه بقى، بالحب. يبقى هو حبيبها، حبيبها ومكهرباه ومشداه وكل حاجه. يبقى ما ينفعش نبقى اصحاب. هو لما يكون عنده مشاكل يلجا لها، لما يكون عايز يفضفض يروح لها، لما يكون عايز يضحك ويهزر هي موجوده. انت وجودك ملوش اي معنى، وجودك المعنى الوحيد ليه اذيه ليكي انت شخصيا، اذيه لمشاعرك واذيه لحياتك وتعطيل لعمرك وتعطيل لكل حاجه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، لما الانسان بيتاذي في مشاعره وفي حبه وفي قلبه مش بيتاذي لوحده على فكره، لما بيتأذي ده الأذية دي بتأثر عليه وعلى شغله وعلى حياته وعلى الناس اللي حواليه، وانت عندك ولاد، فهتلاقي الأذية دي قد ما أثرت عليكي مأثرة برضو على بيتك ومأثرة على ولادك ومأثرة على شغلك ومأثرة على تعاملاتك مأثرة على كل حاجة. يبقى الحل ايه؟ يبقى احنا شكرا، ربنا معاك ويوفقك، وانت كمان تقفلي الباب ده
ولو فكر في يوم يخبط الباب ده تاني ما تفتحيهوش، لان انتي ما ينفعش تبقي قاعده على دكه الاحتياطي منتظره سعاده البيه كل ما يهدى شويتين او يتعب شويتين يجي يدور عليكي. وفي نفس الوقت كمان انتي شخصيه ليكي كرامه وليكي كيان وليكي قلب وليكي حب وليكي كل حاجه وليكي حياه من حقك وليكي كل الحق انك تعيشيها.